بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد جزء من عظمة مخلوق حي كبير جدا، قد يصل عمرها إلى أكثر من 60 مليون سنة، على نهاية عصر الطباشيري مثل ما تلاحظون. هذا جزء بسيط جدا من عظمة مكسورة، وأنا أنصح يعني محبين علم العظام بدراسة علم العظام القديمة، كونها العظمة هذه قد ترجع إلى أحد المخلوقات التي تتغذى على النباتات بعد دراستها وفحصها مثل ما تلاحظون. أنا أنصح مجموعة كبيرة من الباحثين بدراسة علم الحفريات وعلم العظام القديمة، لأن صراحة موضوع مهم وشيق جدا، قد ترجع إلى أحد أنواع المخلوقات التي تتغذى على النباتات من أوراق نباتية أو غيرها من الأوراق. إن شاء الله راح نعرض لكم العينة بشكل مفصل. طبعا دراسة يوجد عليها بكتيريا ومخلوقات دقيقة خطيرة جدا، عشان كذا لا أستطيع لمسها بيدي بشكل طبيعي. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله حبيت يعني بس أعرض لكم العينة التي درستها، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات أخرى.